فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم تقبيل قبر النبي صلى الله عليه وسلم والتبرك بمسح منبره؟ ما حكم تقبيل قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما حكم تقبيل قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل تقدر أن تصل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما تقدر ولا يقدر أحد، محفوظ دون حديد ودون أبواب، ما تقدر. نعم. وما حكم التبرك بمسح منبره؟ بما؟ بمسح منبره. لا يجوز هذا، لا يجوز هذا، مسح منبره ما يتبرك إلا بمن فصل من الرسول صلى الله عليه وسلم من عرق أو شعر، من فصل من جسمه الشريف تبرك به، ولكن ما فيها الآن شيء من فصل عن الرسول صلى الله عليه وسلم، والمنبر ليس منفصلا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وله بالمنبر الذي كان يخطب عليه غير كم مرة. نعم. لكن هو مكان، المكان هو مكان منبر الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.